أستاذ جميل، في عز الأزمة وفي عز إن كان استشهاد عدد كبير جدا سواء من الجيش والشرطة، كان هناك بعض الأسر بتحرص بتدخل ابن واثنين وبتبقى عندها إصرار إن هو يدخل وما يخافوش إن ده ممكن يعرض مثلا حياته للخطر. ما هي دي عقيدة بقى داخل الشعب المصري وداخل المواطن المصري، عقيدة مش موجودة في أي حتة في العالم. لهذا السبب هتجد إن الشعب المصري والجيش المصري أيضا متفوق، لأن دي عقيدة جواه الشعب والقوات المسلحة والشرطة المدنية، هتلاقيهم كلهم النسيج واحد، بيحافظوا على الدولة، بيحافظوا على الأمن القومي للدولة رغم كل التهديدات ورغم كل التحديات، لكن دول بيبقوا متواجدين وبيقفوا وبيتصدوا الشعب والقوات المسلحة زي ما قلت لحضرتك من بعد حتى 67، رغم الهزيمة في 67 وما حدث الفترة 67. كانت فترة صعبة جدا على الدولة وعلى الشعب وعلى القوات المسلحة، لكن قدر الشعب ان هو يقف جنب دولته، ان هو يقف جنب قواته المسلحه، لانه كان عنده اليقين وكان عنده العقيده الحقيقيه داخله ان احنا مش ممكن ننهزم ومش ممكن اي قوه تنتصر على الجيش المصري. فعشان كده حققنا الانتصار في 73 واستعدنا الارض واستعدنا الكرامه، كل ده بالتفاف الجيش والشعب حوالين الجيش والقياده السياسيه. في الوقت الحالي طبعا احنا شايفين في تهديدات كبيره حوالين ده اللي انا عايز اتكلم عنه. يعني ولأن طبعا هذا الشعب شعب عظيم، ولأن المواطن المصري يستحق أن يكون في مكانة عالية جدا الحقيقة، يمكن مش يمكن هو أكيد طبعا أن العالم كله بيمر بأزمة كبيرة جدا، سواء على المستوى الاجتماعي على الاقتصادي اللي دايما بيشغل رأي المواطن العادي، وهو ده دايما اللي بيحرك المواطن، المشكلة الاقتصادية. مشاكل كتير جدا بيمر بها العالم، وبما أن احنا جزء من هذا العالم فإن احنا طالنا هذه الأزمات، ولكن الأولويات ربما تغيرت. الأولوية دلوقتي تختلف تحديدا من شهر عند المواطن، صح ولا ايه يا استاذ؟ صح طبعا. الاولويه عند المواطن دلوقتي الحفاظ على الامن القومي للدوله، عدم محاوله اي خطط. طبعا احنا شايفين اللي بيسعوا الى تهجير اهالي قطاع غزه الى سيناء، القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطوط حمراء لهذا الموضوع. صح الموضوع. هنشوف برضو في الأزمة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أنا لو طلبت من الشعب المصري أنه ينزل عشان يؤيد هذا الكلام، لأن الشعب كله نزل في الشارع من غير لما يطلب. حتى الرئيس قال أنا لو طلبت أن الشعب يؤيد هذا القرار، الشعب كله نزل في الشارع وأيد قراره. عند الشعب بقى عنده الحس والوعي زي ما بقول لحضرتك لخطورة الموقف، خطورة في تهديد مباشر للأمن القومي المصري، عشان كده نزل. يعني الأمن القومي المصري ده دراسات وأبحاث وبيدرس في الأكاديميات والمعاهد، لكن عند الشعب المصري موجود حسه بالأمن القومي داخلي عنده، يعني في وعي بس داخلي. بس برضو لازم نشرح للمواطن ولازم نشرح للأجيال الجديدة ليه الحس ده موجود، ليه الناس دايما حريصة المصريين ان هم بيتحركوا وقت الخطر، ليه كمان ان هم يعني بيدعموا طبعا اي مشكلة في اي مكان، ولكن الأولوية عندهم بلدهم، يعني بلد خط احمر. ليه كل ده؟ لازم برضو الناس تعرف ان مصر مرت بالعديد من الازمات ومرت بالعديد من الحروب حتى نصل لهذه الصوره، حتى نصل لهذا المكان الذي نجلس فيه الان. يعني لازم المواطن يعرف ده يا استاذ جميل. هو طبعا لازم المواطن يعرف، ولازم يعني الاعلام عليه دور والمنزل عليه دور والمدرسه عليها دور والجامعه عليها دور كبير جدا، الدراما، كل ده لازم يوصل للمواطنين وللشباب التضحيات اللي قدمتها الدولة المصرية واللي قدمها الشعب المصري واللي قدمتها القوات المسلحة والشرطة المدنية، عشان نوصل لحالة استقرار اللي احنا فيها دلوقتي. احنا كنا بنتكلم من شوية ان في دول يعني للأسف شديد انهارت بعد الأحداث اللي هي فيها وبعد المؤامرات اللي عليها، لكن مصر قدرت ان هي تقف ثابتة وان هي تواجه كل دي التحديات دي وتواجه، بل بالعكس واجهت مؤامرات العالم كله كان بيسعى ان هو ينفذها داخل مصر،
لكن مصر قدرت ان هو تبقى ثابته وقدرت ان هي تبقى قويه وتعيد بناء نفسها زي ما اعادت البناء في بعد حرب 67 اعادت بناء القوات المسلحه. لا مصر اعادت بنائها مره اخرى بعد 2013 بعد محاوله العبث بالامن القومي العبث بالاقتصاد المصري العبث حتى بالهويه المصريه لكن الشعب قدر ان هو يقف وقدر ان هو يلتف حوالين القياده السياسيه لاعاده بناء الدوله. احنا شفنا الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت في سنه 2016 والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اكتر من مره ان نجاح عمليه الاصلاح الاقتصادي دي المواطن رقم واحد فيها لان هو اللي تحمل كل نجاح بيحدث في الدوله المصريه. المواطن هو رقم واحد في هذه المعادله. كل ما يتم على الأرض في الوقت الحالي المواطن رقم واحد هو اللي بيبني وهو اللي بيحافظ على دولته وهو اللي بيساهم في مستقبل الدولة ومستقبله ومستقبل أبنائه. لهذا السبب زي ما بقول لحضرتك هتجد أن الشباب متواجدين بقوة في الانتخابات دي متواجدين بقوة. ليه؟ لأن هم شايفين المكتسبات اللي قدروا يكتسبوها خلال الفترة اللي فاتت وإن مستقبلهم بيحافظوا على مستقبلهم أيضا. فلهذا السبب هم نزلوا إن الشباب أيضا أصبح عنده الوعي الحقيقي من التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية وإن نزولهم ووقوفهم في الوقت الحالي مع دولتهم ده تأكيد على حبهم لهذه الدولة وانتمائهم وولائهم للدولة المصرية. وزي ما بقول لحضرتك دي عقيدة عند الشعب المصري ككل بتتوارثه الأجيال ومش كده وبس. يا أستاذ جميل المشكلة اللي أنا خايفة إن الأجيال الكبيرة دي والناس الكبيرة اللي يمكن عاصرت الأزمات الكبيرة والعصرة الحروب والعصرة الفترات الشديدة اللي كانت قحلة جدا 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 يمكن من بعد 67 ومن قبلها حتى النصر أنا خايفة الناس دي تختفي وخايفة يعني خلاص المعلومات تقف عند حدهم وما يتمش تداولها واللي طالع والجيل اللي جاي واللي موجود دلوقتي يفتكر اللي احنا كنا كده يعني في طرف ونعيم منذ القدم. هو ده كل خوفي. لا احنا مش في طرف ونعيم في كل العصور بالعكس احنا عشان نوصل لكده ان في تحديات كتيرة واجهتها الدولة المصرية. وزي ما بقول لحضرتك ان الاعلام عليه دور كبير ان هو يذكر المواطنين. ما هي دي نقطة احنا هنجيلها. النقطة التانية المهمة جدا واللي لازم نتكلم فيها ان كان في حاجة في حرب اكتوبر كانوا بيسموها روح اكتوبر. الروح دي اللي موجودة عند المواطن المصري وعند الضابط المصري وعند الناس اللي في الشارع كلهم. الروح دي مش روح انهزامية ابدا يعني ما ينفعش يبقى في روح انهزامية. لا دي روح بتدخل لتحقيق النصر. النصر بقى على كل المستويات. الروح دي اكتوبر هي اللي كانت دافع حقيقي في 30/6 لما خرج المواطنين طبعاً. المصريين اللي هي روح النصر ان انا بحافظ على دولتي عايز استرد اي حد بيحاول ان هو في مكتسب انت بتفضل طول حياتك بتحافظ عليه هي الروح دي اللي اعادت بناء الدوله مره اخرى. هي الروح دي اللي قدرنا بيها ان احنا نقضي على التنظيمات والجماعات الارهابيه اللي كانت متغلغله في سيناء. هي دي الروح اللي شفناها في اعاده بناء الدوله مره اخرى المشروعات القوميه الكبرى كل ده. ما هي كل دي روح اكتوبر بتتوارثها يعني حتى لو في عمل جماعي في الشغل يقول لك احنا شغالين بروح اكتوبر يعني بالظبط كلمه يعني دارجه يعني هي كلمه دارجه هي بيتوارثها الاجيال ومش ممكن ان هي يعني تختفي يعني عمرها ما تختفي لان دي جينات جوه الشعب المصري اللي هو ما بيقبلش اي حد يعتدي على دولته ما بيقبلش اي حد يعني هاتي اي مواطن مصري في اي مكان في العالم وحد مثلا يغلط في الدولة المصرية لا يعني لا ممكن لا. يغلط فيه هو ماشي لكن يغلط في الدولة حقيقي. في دولته دي مش ممكن. سمعتها كمان من اكتر من حد من اكتر من جنسية انتوا بتحبوا بلدكم جدا. المصريين بيحبوا بلدهم وفعلا احنا بنحب بلدنا جدا. طبعا لان ده يعني المصريين فعلا زي ما بقول لحضرتك شعب ملوش مثيل على مستوى العالم كله. ومصر كمان ملهاش مثيل. ما هو مصر ملهاش مثيل لهذا السبب هي شعبها الجائزة الكبرى. شعبها نفسه ملوش مثيل. الحوار الوطني وما دار به في الفترة السابقة يمكن كان له تأثير في اللي بيحصل دلوقتي واللي احنا شايفينه من المشاركة والنزول والتفاعل ما بين معارض ومؤيد ولكن في التوقيت هذا الكل بيتحد.
شفنا كمان من شوية كان معنا زميلنا من شمال سيناء بيتكلم عن أن في سيناء نزلوا وبيوعوا الناس وبيقولوا لهم يعملوا إيه ونعمل إيه ونشارك إزاي وننتخب إزاي، يعني كان يعني حلقة وصل ما بين الجميع. هل كان للحوار الوطني دور فيما نراه الآن؟ هو طبعا الحوار الوطني ده كان ليه دور كبير جدا، ويعني دي كانت بداية مسيرة العمل السياسي.